يبقى كريم. نعم انفرنشال. كلمة انفرنس معناها استنباط، اتوقع حاجة مش موجودة معايا. ماشي ماشي خالص. احنا الانفرنشال ستاتستكس قلنا ايه الطريقتين اللي بنعمل بيهم؟ يا اما الهايبوثيسيس تيستنج يا اما كونفيدنس انترفل. تمام. طيب الهايبوثيسيس تيستنج عبارة عن ايه بقى؟ ايه هو الهايبوثيسيس يا دكتورة أميرة؟ بالظبط، نال هايبوثيسيس والترنتيف هايبوثيسيس، اجابتين محتملتين للريسيرش كويستشن. تمام. معانا دكتور مرو اي حاجه بقى؟ اصل احنا اساسا المحاضره دي خدناها. طيب خلاص، يبقى اي حاجه تقف قدامك هنراجع احنا بس عشان الكلام. الاجابات المحتمله للريسيرش كويستشن يا اما نال هايبوثيسيس ان هو مفيش فرق، يا اما الترنتيف ان في فرق. انا بحاول اعمل ايه؟ الايم بتاعي ان انا بريجكت النال هايبوثيسيس. طيب الاضافه اللي انا ضفتها المحاضره اللي معاكم بقى، المحاضره على الواتس عشان لو عايزين تنزلوها. بس المهم الاضافه، كنا الستبس اوف هايبوثيسيس تيستنج رصينا 7 ستبس على طول، فهي الفكره ان دول مانوال ميثود. لو انا هحسب هعمل هايبوثيسيس تيستنج على ايدي، فدول الستبس 5 مش 7 اللي هم ايه؟ ستيت النال والالترناتيف هايبوثيسيس، وتعلمنا نعملها ازاي. ده كريم الاضافه الاولانيه، الخطوات اللي احنا كنا قلناها. بس ضفنا كلمه مانيوال ميثود، ان الخمس خطوات اللي عندك دول يا دكتوره اسماء دول لو انت هتقعدي بالورقه والقلم وتحسبيها مش بالكمبيوتر. تمام. والخمس خطوات دول احنا مش عايزين منهم حاجه خالص، لان احنا مش هنحسب على ايدينا. يهمنا بقى الكمبيوتر ايه ميثود اللي هو بالاس، برنامج الاس بي اس اس. هيطلع لك كده. تمام. الاوتبوت ده اللي هو هنبص عليه مع بعض دلوقتي. ايه الخطوات عشان اعمل نتائج البحث بتاعتي على الكمبيوتر على اس بي اس اس؟ اعمل الاحصاء. بنعمل ايه بقى؟ اولا لازم تبقى محدد النال هايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس، ودول انت بتحطهم في البروتوكول من قبل ما تبدا الدراسه اساسا. اول ما جه في دماغي الريسيرش كويشن بيجي لي بوسيبل انسرز اللي هم الالترناتيف والنال. ست ذا الفا ليفل. الالفا ليفل ده اللي هو ايه؟ احتمالية ان انا اعمل تايب 1 ايرور. مالكيش دعوه اذا probability تو كوميت تايب 1 ايرور. بالظبط كده اللي هو الالفا ايرور. خلاص؟ اللي هو بقى معناه ايه؟ اي ار تي الفا ريجكت ترو. بالظبط كده. تمام؟ خلاص؟ حددت الالفا ليفل، قلنا ان في تو ليفلز كومن ان انا ايه؟ بستخدمهم. يا اما ال 5% يا اما الواحد من 1000. خلاص. وممكن 1%، ممكن اي ليفل انا عايزه، يعني ممكن اي ليفل انا مستعد اقبل باي نسبه خطا، بس الكومن يا اما 5%، 1%، 1 من 1000. خلاص. بعد كده كالكوليت ذا تيست ستاتستيك بالكمبيوتر. ايه هو بقى التيست ستاتستيك؟ الكومن تيست اللي علينا، انتوا طبعا ما جبتوش الورق اللي هو وزعناه المره اللي فاتت. الجدول اللي هو هاو تو تشوز معاك. طيب في بقى جدول وزعكيه كده ماشي. في جدول اللي هو الجدول ده بيقارن لك الكومن ستاتستيكال تيست. دكتورة مروة الجدول ده اللي هو مش معاكي، وده غالبا مش هتلاقيه اساسا في المنظمة بتاعت القصة. فسيبوكم من الجدول ده دلوقتي. المهم ان احنا هنختار الاستاتستيكال تيست من دول، هنختار على حسب الفاريبلز بتاعتنا. تمام. وكل تيست من دول بيحسب لي حاجه اسمها تيست ستاتستيك في الجدول الثاني ده اهو، الجدول الجديد ده. خلونا طب نقراه. الجدول ده بيقول لك الكومن تيست اللي هم ايه؟ التي تيست 1 سامبل تي تيست بيرد او اندبندنت تي تيست والانوفا والكاي سكوير. احنا قلنا دول اهم تستات علينا في المنهج. تمام. كل واحد في دول يهمني ايه الاسامبشنز بتاعته. الاسامبشنز دي هتلاقيها اساسا تقدر تستنتجها لو انت حافظ الجدول ده. يعني يقول لك الاسامبشن مثلا ايه؟ ان هي كوانتيتيف داتا نورمالي ديستريبيوتد. مثلا بص على الانوفا ده الوحيد اللي فيه اضافه، بيأسيوم ان هي كوانتيتيف داتا عارفينها، نورمالي ديستريبيوتد عارفينها، وايكوال فاريانس. يعني ايه ايكوال فاريانس؟
يعني ان الجروبس مش مختلف عن بعض قوي، يعني ان انت مثلا مش بتقارن مجموعه مثلا ضغطها 90 60 وناس في شوك وناس ثانيه مالجنت هايبر تنشن 200 على 100، بيفترض ان الفارينس مش كبير قوي. دي الاضافه الوحيده اللي هي في الجدول الجديد ده. تمام ايه خلاص. الخانه الثانيه عندنا تيست ستاتستيك، كل تيست من دول بيحسب لي ستاتستيك، تي تيست بيحسب لي تي فاليو سهله، الانوفا بيحسب اف فاليو، والكوي سكور بيحسب كوي سكور. خلاص. والتيست ستاتستيك دي اللي احنا بنقولها بعد ما نقول الكومنت بنقول له تي فاليو ايكوالز كذا، فاكرين؟ طيب والديجري اوف فريدم في جدول اس بي اس اس اللي احنا هنقوله كمان شويه، معروفه واضحه وكل حاجه. الديجري اوف فريدم كل تيست ليه ديجري اوف فريدم مختلفه. التي تيست سهل وبنحلل، لو انت بتستخدم وان سامبل او بيرد تي تيست يعني نفس السامبل بري وبوست يبقى السامبل سايز ناقص واحد. طب لو انا اندبندنت تي تيست يعني تو جروبس يبقى السامبل سايز بتاع الجروب الاولانيه زائد الثانيه ناقص اثنين. كويس. الانوفا، الانوفا يا اخوانا بيطلع له 2 ديجري اوف فريدمز، ديجري اوف فريدم 1 بتساوي النمبر اوف جروبس ناقص 1، والديجري اوف فريدم 2 بتساوي التوتال اوبزرفيشنز اللي هو التوتال سامبلز كلها، التوتال سامبل سايز كلها ناقص النمبر اوف جروبس. لما نمارسها في ناس بدات تطلب، لما نمارسها بصوا يا جدعان افتحوا الاس بي اس اس تيبل صفحه 2 صفحه 3 ماشي، ورقه الاس بي اس اس نجيب ثالث صفحه فيه ماشي. هنراجع بس يا جدعان من الجدول ده، اتخدت الدكتور مره ورا دي. طيب هنراجع من الجدول ده، نفتكر الانوفا، نفتح الورق الجديد ده ثالث صفحه، عدي 1 2 معكيش في ورقه زياده، انت معاك القديمه؟ لا مش طب هي في ورقه زياده اعتقد، اه في ورقه زياده. كله معاك؟ معاك يا دكتور اسماء؟ طيب مش معاكي؟ طيب هنفتكر، طب تبصوا في القديمه مع بعض، هنفتكر الانوفا ده يا جدعان محله ايه من الاعراب؟ الانوفا ده بستخدمه امتى؟ لما بقارن مور ذان تو جروبس يعني 3 جروبس فيما فوق، والداتا اللي انا بقارنها عباره عن ايه؟ تكون نيوميريكال ونورمال ديستريبيوت. خلاص؟ يعني ايه؟ الانوفا ده اسم الاختبار، اول ما بتفتح برنامج الاس بي اس اس بيقول لك ايه الاختبار اللي انت عايزه؟ تي تيست ولا انوفا ولا كاي سكوير ولا الكلام ده كله، تمام؟ خلاص؟ انا دكتوره مروه علشان اختار انا بقى فتحت الاس بي اس اس انهي تيست اللي انا اختاره؟ بناء على الداتا اللي معايا. لو انا بقارن سامبل واحده عينه واحده ولا بقارن تو جروبس يعني مجموعتين ولا ثلاث مجموعات؟ ثلاث او خلاص. يبقى اخوانا الانوفا لما بقارن مور ذان تو جروبس وبقارن فيهم ايه؟ نيوميريكال داتا نورمال ديستريبيوتد. خلاص. طيب ها هو انا بفتح الاس بي اس اس بيقول لي اختار التيست وبيوصل لي يجي 30 تيست، فبختار انا الانوفا يبقى الاس بي اس اس هيستخدم لي المعادله بتاعت الانوفا عشان يحسب التيست ستاتستيك ويحسب البي فاليو. ايوه بالظبط، ان النتائج بتاعتي دي سيجنفكت ولا انسيجنفكت، بيطلع لي بي فاليو الاس بي اس اس بيطلع لي بي فاليو. احنا ما شرحناش البي فاليو فانا هشرحها دلوقتي خلاص، بس انا عايز افهم الناس بس الانوفا. نمسك بقى الورق الجديد ده، احنا مش عايزين نسبه الاحداث يعني بس المهم. طيب احنا الجدول ده كنا قلناه المره اللي فاتت، بيقول لك الجدول الاولاني يا اخوانا هيقارن الناس النورمال والاوفر ويت والاوبيز، يبقى دول ثلاثه جروبس مختلفين عن بعض، ثلاثه جروبس مختلفين عن بعض. بيقارن لي ايه فيهم؟ بيقارن لي المين المين جلوكوز بس بوحده اللي هي الملي مول بير ليتر، عشان كده الارقام بتاعته 5 و6 وكده.
انما لو بالملي جرام بير ديسليفر كان هيبقى النورمال 120 والارقام بتاعتها. خلاص يبقى انا بقارن ثلاثه جروبس وبقارن الجلوكوز ده. الجلوكوز ده نيوميركال ولا كاتيجوريكال؟ دكتور مره طالما ارقام تبقى نيوميركال فالجلوكوز ده بالخمسه والسته دي ارقام يبقى نيوميركال. تمام هنعيد لك بقى القصه دي. طب حلو كويس يبقى انا بقارن نيوميركال نورمال ديستريبيوتد ولا نوت نورمال ديستريبيوتد في الامتحان لو ما قاليش طالما انا شايف قدامي انوفا كلمه انوفا يبقى انا فاهم ان هي نورمال ديستريبيوتد. لو مش هيكتب لي انوفا هيقول لي ان هي نورمال ديستريبيوتد. خلاص يبقى انا بقارن الثلاثه جروبس يا اخوانا. نتيجه بقى الانوفا في الجدول الاخير اللي تحت ده هتلاقي ايه؟ سم اوف سكويرز ماليش دعوه بيها. الدي اف اللي هي ديجري اوف فريدم هتلاقي ان عنده 2 ديجري اوف فريدمز اللي هم ايه؟ في الجدول الجديد بتاع النهارده خلونا نفتكر وحسبهم ازاي. عندي ديجري اوف فريدم واحد بتساوي النمبر اوف جروبس ناقص واحد. كام جروب عندي نورمال وبيز اوفر وين؟ 3 ناقص 1 يبقى في ديجري اوف فريدم باثنين. طب الديجري اوف فريدم الثانيه التوتال اوبزرفيشنز. التوتال اوبزرفيشنز اللي هو السامبل سايز اللي هو التوتال دي اهي 150 عيان. التوتال دي 150 عيان ناقص النمبر اوف جروبس ناقص 3 هتساوي كام؟ 147. ايوه 3 جروبس يبقى 150 ناقص 3 147. في امتحان الماستر اللي معانا ده اللي متصور معانا كان جاب اختبار مش فاكر انوفا ولا كاي سكوير وقال لك احسب الديجري اوف فريدم. فلو جاب لي الانوفا هقول له في ديجري اوف فريدم 1 بتساوي النمبر اوف جروبس ناقص 1 هتساوي 2. وفي ديجري اوف فريدم 2 بتساوي التوتال اوبزرفيشنز ناقص النمبر اوف جروب هتساوي 147. ايه لازمه ان انا اعرف المعادلات دي؟ ان انا عايز انجح في الامتحان واعدي. ملهاش اي لازمه ثانيه في حياتي خالص بس عشان اعدي في الامتحان. دي فايده مهمه طبعا. لا دي بقى في نظام البرنامج بيشتغل ازاي؟ فريدم اللي هي الحريه ان هو يبقى ليه الحريه انه يغلط بنسبه قد ايه؟ مالناش دعوه بيها خالص. احنا بنعوض على المعادلات دي. اه تكوني حافظاها كمان. هو انا فاكره في الامتحان الجاي انا كنت فاكره القرار بس انا كتبت مش معوضتش. لا ما انت طب ما تعوض هتخسري ايه لما ما هو عشان يقول لك الديجري اوف فريدم هو عايز رقم مش عايز القانون. مفهوم يا اخوانا؟ فيبقى هو كمان اتكرر في الدور اللي فات اهو. فيبقى الجدول ده هنحفظ الديجري اوف فريدم بتاعه. الجدول ده ما فيهوش غير المعادلات دي اساسا لان احنا قلنا الاسامبشنز انتوا حافظينها اوريدي. خلاص؟ او يعني ان شاء الله تبقوا حافظينها. ناويين نحفظها. تمام؟ لا تيأس ان شاء الله خير. ها نعلق عليه. ما احنا لسه بقى التعليقات دي خلوها هنعلق على السيجنفيكانس بس خلوا الجدول ده دلوقتي احنا بس بنراجع المحاضره. يبقى انا عشان اعمل هايبوثيسيس تيستنج باستخدام برنامج الاس بي اس اس حددت النال والالترنتيف هايبوثيسيس حددت له الالفا ليفل بتاعي. خلاص ماشي هنجي لها تاني وحددت وبعد كده هو هيقوم الاس بي اس اس هيحسب لي التست ستاتستيك التيفا. حد كده يقول تست ستاتستيك لازقه في بعضها قولي كده ماشي عشان ما تتريقوش عليا قول يا دكتور مروه كده. طيب عشان ما حدش يتريق عليا تست ستاتستيك هي يعني ما هي بتتقرر كده يعني. المهم البرنامج بيحسب التست ستاتستيك لو هو التي فاليو لو التي تيست هيحسب التي فاليو لو الانوفا هيحسب الاف فاليو. تمام وبعد كده هيقوم يحسب لي البي فاليو. احنا حتى الان ما قلناش ايه هي البي فاليو. في الامتحان بيجيب لك جداول الاس بي اس اس اللي هي وهيقول لك كومنت عليها وممكن زي ما جاب لكم كده يقول لك احسبي لي الديجري اوف فريدم. تمام ومش هيجيب لك يا دكتوره مروه غير خمسه تيست اللي هم دول بخمس معادلات. يبقى انا احفظ الخمس معادلات دول اللي هم اساسا ثلاث معادلات لان التي تيست تعتبر معادله واحده الان ناقص واحد. تمام خلاص وبعد كده يقوم البرنامج يحسب البي فاليو. خلاص ما احنا جايين ليكي في الكلام. بعد كده انا بقى بناء على البي فاليو هريجكت او اكسبت النال هايبوثيسيس هنشوف ازاي. تمام طيب ستيت النال والالترنتيف عرفناهم ايه هما ودربنا عليهم المره اللي فاتت بص يا مايك كنا قلنا 1 تيلد و 2 تيلد. فلو انا بقول 1 تيلد يعني انا مدي احتمال واحد
فنسبة الخطأ هتبقى في ناحية واحدة. لو أنا قلت two tailed بيبقى نسبة الخطأ في ناحيتين. تمام؟ مش مشكلة. المهم بس نعرف الوانتد. يعني دكتور مروان، لو أنا مثلا بقول عايز أعمل دراسة عن الفرق بين الميل والفيميل في ضغط الدم، الوانتد alternative هيبص لها هتبقى إيه؟ الوانتد يعني بالظبط، هقول ان مثلا الميل اكتر من الفيميل. التو تيل ان الميل نوت ايكوال الفيميل بالظبط. الايه اندبندنت سامبل. بصي انا ممكن يعني يبقى عندي وان جروب، لما يقول لي وان جروب او تو جروبس، يعني الرساله بتاعتك يا دكتوره مروه كان فيها مجموعه واحده بس من العيانين، جبت مجموعه وحسبت لهم مثلا المين مش عارف بلاد بريشر. طب تو جروبس ممكن تبقى ديبندنت اللي هي البيرد، او اندبندنت اللي هي برضه الدكتوره مروه عشان ما تسالهاش عليها الانبير، او عشان تعرفيها قصدي يعني اللي هي الانبير. كويس. ديبندنت الدكتوره مروه يعني هي نفس العيانين نفس السامبل بتاعتك بس شفتيهم بري وهم شفتيهم بوست، يبقى دول يا دكتوره مروه هما مجموعتين بس من نفس السامبل، فهما تو جروبس ولكن من نفس العيانين. قست الضغط دلوقتي بري واديت علاج ورحت قاس بوست، انما الديبندنت ده الديبندنت. الاندبندنت يعني انا عندي مجموعه رجاله ومجموعه ستات، يبقى مجموعه ميل ومجموعه فيميل، مجموعتين مختلفتين. تمام؟ طيب كل ده في التسجيلات يا دكتور مروه اللي احنا مسجلينها دلوقتي. نرجع لمرجوعنا، احنا بنقول ازاي بنقيس، بنستخدم برنامج الاس بي سي اس، عملنا الستيت الهايبوثيسيس تمام، وتدربنا عليها المره اللي فاتت وفهمنا حته السؤال اللي هي التايبس اوف ايرورز. هو الفرق بين اللي هو المانيوال بقى ايوه بالظبط الله ينور عليك. والتست ستاتستيك ان التي تيست ده معادله كبيره، فانا كنت بقعد اعملها على ايدي، معادلة التي تيست ومعادلة الانوفا ومعادلة الكاي سكوير، فاهماني؟ طيب كالكوليت بقى ذا تيست ستاتستيك، بتكالكوليت ازاي؟ بالكمبيوتر. حلو، وفهمنا الديجري اوف فريدم خلاص. البي فاليو بقى يا جدعان ايه البي فاليو بقى؟ كلمة بي اختصار لبروبابيلتي فاليو، يعني قيمة الاحتمالية. ايه قيمة الاحتمالية؟ احتمالية ايه بقى؟ قلنا ان البروبابيلتي بتتقال من 0 ل 1، 0 مفيش مستحيل و1 يعني 100% شور. الاحتمالات يا دكتور مروه، انت دلوقتي لما اقول لك مثلا انت ان شاء الله هتروحي الصبح ولا بالليل، تقولي احتمال 50% اروح بالنهار و50% اروح بالليل. فاحنا دايما بنستخدم البروبابيلتي بالنسبه للمقاولين، بس الجماعه بتوع الرياضه بيقول لك البروبابيلتي من 0 الى 1. فانت بقى لما اقول لك هتروح بالليل ولا بالنهار هتقولي والله في نسبه نص ان انا اروح بالليل ونسبه نص ان انا اروح بالنهار. تمام؟ والزيرو دي معناها مستحيل والواحد دي معناها شو؟ ما فيش كلام 100%. طيب ايه بقى البي فاليو؟ بروبابيلتي اوف ايه؟ ركزوا بقى عشان انتوا احتمال تسمعوا ده في الامتحان يعني. البي فاليو بروبابيلتي اوف اوبتيننج ا ريزلت as extreme as that observed in the current study by chance if the null hypothesis was true. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني دي موجود عندكم، التعريف ده موجود عندكم. يبقى انا عدلت عليه صحيح، انا عدلت عشان اللي عندكم كان ملخبط قوي فخلوكم. بصوا يا اخوانا صلوا على النبي، دلوقتي انا مثلا عايز اقارن ما بين دواء مثلا للضغط، فجبت ناس عندها هايبرتنشن كويس، ولقيت ان المين بلود بريشر مثلا 140 على 90 كويس، وبعدين اديت الدواء بتاعي الدروج اللي هو لسه بكشف عليه، وبعدين جبت نفس المجموعه بوست ولقيت ان المين بلود بريشر طلع مثلا 130 على 80 كويس، يبقى دكتور مروه نفس الجروب بري وبوست، يبقى ده اسمه ايه؟ ديبندنت او بيرد. خلاص؟ طيب
انا هنا دكتور كريم لقيت ان في نقص كام او يعني ديكريس كام 10 في السيستول و10 في الدايستول كويس. قال لك في احتمالين بس دول غير الاحتمالين النار والقدام احتمالين بالمنطق. يا اما انه فعلا الدراج بتاعك ده افكتيف الدراج بتاعك ده حلو يا اما ان التغيير اللي انت لقيته ده شانس بالصدفه كويس خلاص. البي فاليو هي احتماليه ان انت تلاقي الريزلت بتاعتك دي باي تشانس. ذا probability of obtaining the result in the study ايه احتماليه ان انا الاقي الضغط نزل كده بالصدفه. يعني لو ما خدتش اديت الدواء كنت الاقي الضغط نزل تمام. الاحتماليه دي هي البي فاليو خلاص خليكم معايا بقى. الاحتماليه دي هي البي فاليو. طيب قال لك لو انا لقيت البي فاليو دي مثلا اكتر لو انا لقيت البي فاليو اكتر من 5 من 100 يبقى انا كده الدواء بتاعي ده ملوش لازمه. يعني ايه؟ يعني في احتماليه 5% 5% ان الضغط يكون نزل كده بالصدفه وفي احتماليه 95% انه ما يكونش نزل بالصدفه بس مجرد ان انا نسبة 5% دي يبقى انا خلاص مش النتيجة بتاعتي دي insignificant statistically insignificant خلاص؟ لو زدت عن 5% احنا قلنا 5% دي لان احنا بنتعامل من صفر لواحد لو هضربها في 100 هتبقى 5% كويس؟ خلاص؟ وهتلاقوا ان الارقام متقاربة confidence interval 95% انا متأكد بنسبة 95% البي فاليو اللي هي نسبة الصدفة فيبقى 5% خلاص يبقى ارقام 95 و5 معانا على طول. لو نساوي بقى الرقم ده لو نساوي 5% برضه مش انسيجنفكت بالظبط انسيجنفكت خلاص مفهوم الكلام ده؟ طب دكتور عماد لو قال لك جيف شورت اكونت على البي فاليو ها ازاي؟ قوليها بالعربي في الامتحان انت ممكن لو في حاجه فاهماها زي دلوقتي كده انت في حاجه فاهماها بالعربي بس مش عارفه تعبري عنها هكتبها بالعربي واحاول ان انا اترجمها حتى تمام. يعني ما اخليش ان حاجز المصطلحات ده يقف قدامي يضيع مني السؤال. هتكتبها ازاي بالعربي يا دكتور؟ قوليها انت فاهمه ايه؟ يعني احتماليه ان النتائج اللي طلعت معايا دي بالظبط بس يبقى ذا probability that the results are by chance ما ده اللي انت قلتيه وهيديك عليه درجه على فكره. مش لازم بالاسلوب المكتوب هنا. احتماليه ان النتائج بالصدفه ذا probability ذات ذا ريزلتس ار باي تشانس بس هي البي فاليو دي بس. قال لك طبعا جيفن السطر بقى اللي في الاخر سطر رخم عامل زي درس العقل كده طالع لك. قال لك جيفن ذات ذا نار هايبوثيسز از ترو. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي احنا قلنا في احتماليه ان النتيجه دي تكون بالصدفه تمام. بس ده لو احنا قلنا انه فعلا ان الدرج ده مفيش فرق انه مفيش فرق يعني النول هايبوثيسيس ترو خلاص. لانه لو الدرج فعلا في فرق والنول هايبوثيسيس دي فولس هيبقى في احتماليه للصدفه برضه. يعني انا مثلا جبت عيان النهارده لقيت ضغطه 140 على 60 وبعد اسبوع لقيته 140 90 لقيته 130 80 خلاص. في احتماليه للصدفه تلعب الدور ده حتى لو الدواء بتاعك كويس بس في احتماليه للصدفه تمام. فعشان كده السطر اللي في الاخر ده خلاص مش عايزينه بلاش منه يعني بس عشان يبقى التعريف كامل. يعني يبقى the probability of obtaining the results of the study given due to chance given that the null hypothesis is true خلاص. ده تعريف البي فاليو. يبقى اذا البي فاليو اقل من مش حتى مش لازم نقول ايكوال اقل من لو ايكوال دي يبقى هنا ده ايه؟ ده سيجنفكت خلاص. بس قال لك حاجه ثانيه قال لك انت لازم تكون محدد من الاول الليفل اوف سيجنفكنس. يعني ايه؟ يعني لو الدراسه بتاعتي اللي هو الالفا ليفل لو الدراسه بتاعتي كريتيكال وتطعيمات او اطفال او حوامل او غيره انا احدد ان الالفا انا مستعد اتقبل نسبه الخطا 1%
اللي هي الالفا ليفل هتساوي ايه؟ 0.01 خلاص؟ طب بص يا دكتور كريم، لو انا الاس بي اس اس طلع لي البي فاليو 0.04 بقى اقل من 5% اهي، بس انا من الاول محدد ان انا مش هقبل فوق ال 1%، يبقى انا هقول ان التاج بتاعتي دي انسيجنيفيكانت. انما لو انا محدد والله الالفا بتاعي 0.05 وطلع لي كده هقول ان هي ستاتستيكال ايه؟ سيجنيفيكانت. كويس؟ خلاص؟ ده اقصى رقم اقدر احدد بيه. ده اقصى خد بالك، انت ممكن تقول لي يا كريم الالفا بتاعتي 1 او يعني مثلا ايه 1/10، اخد بالك؟ يعني انا مستعد اسمح بنسبه 10% خطا، 10% اخد بالك كتير، فانت اللي بتحدد. بس جرى العرف في الميديكال ريسيرش انه اقصى رقم بنقوله ال 5%، يعني مستعد اقبل بنسبه خطأ 5%. هقول لك ده لو انا بعمل بحث، الاول بحدد الالفا ليفل بتاعي واشوف البي فاليو بتاعتي عامله ازاي. لو لقيت البي فاليو اقل من الالفا ليفل يبقى اذا ده ايه يا كريم؟ سيجنيفيكانت. تمام يا مريم؟ في الامتحان هيجيب لي جدول الاس بي اس اس، انا ما اعرفش ايه الالفا ليفل بتاعي، تمام؟ ما اعرفش، ولكن هلاقي قدامي بي فاليو بس. عشان كده كل الجداول اللي هيجيبها لي في الامتحان هتلاقي نسب ما يختلفش عليها 2. يعني لو عايز يطلع لك سيجنيفيكانت هيقول لك 0.000 يعني اللي هو كتير قوي، فدي اكيد ان هي سيجنيفيكانت ما فيهاش كلام. يا اما هيقول لك مثلا 0.9 مثلا 9 اكيد ان هي انسيجنيفيكانت، تمام؟ ده 90% نسبه خطا ازاي؟ فاكيد انسيجنيفيكانت، فاهماني؟ يبقى انا بقارن القصه دي، ده الحكايه دي حكايه ايه؟ لو انا شغال براكتيكال. انما في الامتحان بيجيب لي الجدول بس فيه البي فاليو، ما اعرفش ايه الالفا ليفل بتاعه. خلاص؟ فاهم يا دكتور اسماء؟ تمام؟ ما هو البي فاليو دي السيجنفكانس ليفل اللي هي البي فاليو يا مريم، البي فاليو بتتكتب في جداول الاس بي اس اس اللي هي سيج يعني سيجنفكانس. خلاص؟ لسه ما هنيجي للاس بي اس اس لسه، ماشي؟ طيب فهمتوها كده يا جدعان؟ يبقى البي فاليو ايه يا دكتور مروه؟ هي الريزلت يبقى تشانس، تمام. جيفن ايه بقى؟ ان النال فاليو النال هايبوثيسيس از ترو. لا لا لا، ده انت هو عايز تعريف البي فاليو بس، مالكيش دعوه استخدامات البي فاليو ايه وبتاع، ما تكترش على نفسك طبعا يعني، تمام؟ طيب يبقى اذا يا اخوانا if the بي فاليو از less than the level of significance of the test اللي انا محدده يبقى النال هايبوثيسيس ايه؟ should be rejected. نرجع تاني بقى للبص في المرايات. احنا قلناها مش بالطريقه السهله، بس انا بقى راح اعكسها. لو البي فاليو اقل من السيجنفكانت بتاعي يبقى الريزلتس ار سيجنفكانت، معناها ان النال هايبوثيسيس ايه؟ فولس، ان انا هريجكت النال هايبوثيسيس. طالما سيجنفكانت ريزلتس يبقى النال هايبوثيسيس فولس، يبقى الريسيرش هايبوثيسيس بتاعتي انا صح. تمام؟ مع فاهمها دي؟ طب تمام دكتور ياسمين؟ تمام يا مايك؟ فاهمها يا مايك؟ فاهمها يا دكتور مروه؟ يبقى اذا دكتور مروه بقى هتقول لنا لو البي فاليو مش عكس ولا حاجه، مش عكس. هو مش الفا بتحدد الخطا اللي انا مستعد اتقبله. لو انا لقيت ان الخطا اللي في نتائجي، لو الخطا اللي في نتائجي اقل من الخطا اللي انا مستعد اتقبله خلاص، يبقى انا نتائجي سيجنيفيكانت. يبقى في فرق، يبقى الالترنتيف هيبص الصح، يبقى النول هيبص ايه؟ ريجكتد. بالظبط، غلط، ريجكتد. ما تخشيش في الحته اللخبطه دي، خلينا انه لو الالفا ليفل انا بحدده من الاول، لو لقيت البي فاليو اقل منه يبقى انا ايه؟ البي فاليو اللي هي نسبه الصدفه، نسبه الغلط، اقل منه يبقى انا سيجنفكت. يبقى اعمل ايه في النهار؟ هبص هريجكت. طالما انا ريسيرشر انا صح، يبقى النهار هيبص
هرجكت تمام؟ ما تقوليش بقى ما تحاوليش عشان ما نتلخبطش بس. لا مش سوء هي مش سوء. يبقى لذلك النظرة الصحيحة مش لو. لا بص يا دكتور طبعا انا هقول يعني بصوا يا جماعة صلوا النبي. هي طبعا المفروض ان انت تحفظ الدكتور مروة لان احنا ايه بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه بس خلينا نفهمها يعني تمام؟ دلوقتي البي فاليو يا دكتورة في المثال انا في المثال اللي احنا قلناه. دلوقتي انا لقيت ان الدواء الدرج بتاعي نزل الضغط. نزل البلود بريشر كويس؟ اللي حصل ده ممكن يكون نتيجه للدواء الافكت بتاع الدرج او نتيجه للتشانس للتشانس تمام. طيب لو هو نتيجه للصدفه نسبه ان التغيير اللي انا شفته يكون نتيجه للصدفه هي البروبابيلتي دي هي اللي اسمها البي فاليو كويس خلاص. انا يهمني يا دكتور مروه احسب التغيير ده كان نتيجه الصدفه ولا لا. لو البي فاليو لو النال هايبوثيسز از ترو لو الدواء ده ما هو النال هايبوثيسز ترو معناها ايه؟ معناها ان الدواء ملوش تاثير. ليه؟ لانه لو النال هايبوثيسز دي از فولس معناها ان الدواء ان الدراج بتاعي افكتيف. في الحاله دي انا مش مهتم ان انا اشوف ايه فرصه الصدفه هنا خلاص. ما هو احنا خلاص متفقين ان الدواء بتاعي كويس. انما لما يبقى الدواء بتاعي ما هو لو الدواء بتاعي ملوش تاثير وفرصه ان الصدفه هي اللي تعمل يكون ليها دور مثلا 1% لا يبقى اكيد الدواء ليه تاثير وانا مش فاهم. انما لو الدواء ملوش تاثير ونسبه ان الصدفه بتاعتي مثلا 10-20% يبقى خلاص بقى كده تمام. يهمنا ايه في القصه دي كلها؟ تعريف البي فاليو السطرين دول بس تمام. طيب البي فاليو بقى الحاجة التانية اللي ممكن يسأل عليها يقول لك انتربريت تمام؟ ماشي. يقول لك انتربريت ازاي؟ يقول لك مثلا انتربريت لوب في الاس بي اس اس كيو تمام؟ لو قال لك بقى البي فاليو 0.05 هضرب في 100 يعني 5% بتعني إنه الـ probability of the reference having happened by chance is 0.05 in 1 تمام؟ يعني 1 في 20 كلها تلاعبات بالأرقام. يعني أنا ممكن أغلط في 1 في كل 20 مرة. هي 5% بتساوي 1 في 20 تمام؟ طيب لو الـ b value أقل من 0.05 ده it is a figure frequently quoted يعني دايما بنوصفه as being statistically significant. كان في سؤال صح وغلط جه يقول لك ان البي لسه 0.05 بتساوي ان النتائج كلينيكالي سيجنيفيكانت. قال لك لا في فرق ما بين ستاتستيكال سيجنيفيكانس وكلينيكال سيجنيفيكانس. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت ثلاث عيانين عملت لهم عمليه جديده عمليه تخسيس مثلا نزلت وزنهم 100 كيلو ده حاجه كلينيكالي رهيبه بس الثلاثه دول سامبل سايز صغير جدا فبرامج الاحصاء هتقول لي ده ما اقدرش اخده ده ستاتستيكال سيجنيفيكانس. يبقى اذا الستاتستيكال سيجنيفيكانس از نوت ذا كلينيكال سيجنيفيكانس خلاص ماشي. وده جابها سؤال صح وغلط. طب لو البي فاليو 0.01 يبقى هنا في فرصه 1% ان النتائج بتاعتي اللي انا جبتها في الرساله دي تكون جت بالصدفه حصلت بالصدفه وان الرساله بتاعتي دي ما عملتش حاجه. فلما يبقى نسبه الخطا 1% بنسميها هايلي سيجنيفيكانت. يبقى لو 5% بنقول ستاتستيكال سيجنيفيكانت لو 1% دي بنعتبرها هايلي سيجنيفيكانت خلاص. طب لو 1 في ال1000 دي فيري هايلي سيجنيفيكانت خلاص. البي فاليو لما تبقى اقل من 1 في ال1000 بتلاقي الاس بي اس اس كاتب لك سفور كتير خلاص. هتكتبها انت اقل من 1 في ال1000 عشان وانت بتكومنت على الاس بي اس اس. والكلمه اللي كنا شرحناها ان البي فاليو 0.04 هتبقى سيجنيفيكانت لو انت محدد الالفا بتاعك 0.05 لانها اقل من الالفا ولكنها مش هتبقى سيجنيفيكانت لو انت عامل الفا 0.1 اللي احنا شرحناها خلاص تمام. If the sample size is small المثال اللي قلناه ان هتبقى clinically significant ولكن not statistically significant
طيب هنتكلم على الاستاتستيكال تيست. احنا حفظنا الجدول بتاع الايه الجداول دي خلاص, which test to use, حفظنا الجدول ده خلاص. الار اللي هي بصوا يا جدعان في الكاي سكوير عشان تحسب الديجري اوف فريدم, الكاي سكوير ده دايما بيعتمد على جدول. اي جدول في الدنيا ليه حاجه اسمها عمدان كولومز وصفوف روز خلاص. فبتجيب عشان الديجري اوف فريدم بتاعت الكاي سكوير ار اللي هي عدد العمدان عدد الصفوف ناقص واحد في عدد العمدان ناقص واحد. دي احنا هنقولها لما نوصل للكاي سكوير. يبقى الار هنا معناها رو والسي معناها كولوم. في الجدول ده كريم الجدول الجديد ار رو والسي كولوم. بقى ندخل على الجداول اس بي اس اس. احنا دكتوره مره كنا المره اللي فاتت احتسنا لان احنا ما كناش عارفين السيناريو اللي هو بتاع الدراسه, فكتب لكم في المربع ده السيناريو الدراسه دي عباره عن ايه. تمام, قال لك جاب 150 واحد عشان يقيس البريفلنس اوف هاي بلد بريشر اند تو ديسكرايب اني فاكتورز ذات مي بي اسوشيتد وذ ات وذ البلد بريشر. ايه الفاريبلز اللي استخدمها؟ الايدج, الجندر, الافريج انكم بير مانث الدخل الشهري, سموكينج ستاتس, البي ام اي, فاستنج بلاد جلوكوز بالملي مول بير لتر عشان كده هتلاقوا ارقام قليله, والفاستنج توتال كوليسترول خلاص. تمام طيب اول حاجه كومبيرنج وان مين. لو مش فاكرين الجداول تبصوا في ده على طول, كل ما نمسك تيست جديد بصوا هو مكانه فين. بجيب وان مين وبقارنه زي ما قلنا بدراسات سابقه, يبقى استخدم ايه وان سامبل تي خلاص. If we wish to compare the BMI that observed في الدراسة بتاعتنا with the values previously measured, يبقى خد variable من variables دي اللي هو ال BMI وحسب له المين variable numerical, حسب له المين وقارنه بالدراسة السابقة اللي هي مطلعة المين BMI 24.3 خلاص اللي هي بتاعت عزمي إيتال 2009. We could use one sample t-test. ده منظر الـ SPSS اللي هيطلع لنا لما هنكومنت عليه. بيقول لك الفيرست تيبل ده دايما ديسكريبتيف, بيقول لك ان السامبل بتاعتك كانت ان 150 يعني عدد السامبل سايز 150 بيشنت. ديسكريبتيف تيبل مش فيرست تيبل وخلاص, وانه المين بي ام واي كان 25.8. انا عايز اقارنه بالدراسه السابقه اللي هي 24.3, هل في فرق ولا لا؟ تمام. السكند تيبل بقى هو اللي هيجاوبني, بيوريك الريزلت بتاعت الـ One Sample T-Test و it shows that the mean BMI in this study is higher than the mean BMI from the previous study. This difference is statistically significant. عرفت ازاي؟ في كلمة sig اللي هي statistical significance خلاص؟ يبقى أنا في الـ One Sample T-Test هيجي يقول لي compare المين ده بمين من دراسة سابقة. لو في فرق ما بينهم سيجنيفيكانت هلاقي ان البي فاليو هنا اقل من ايه 0.05, لقيتها هنا هايلي سيجنيفيكانت خلاص. يبقى اذا الفرق ما بين المين اللي انا مطلعه والمين القديم از ايه statistically significant. نفس الدراسه بنفس الناس بس حد تاني عملها غير. ايوه بالظبط, وبكتب له البي فاليو بين قوسين وبكتب كمان التست ستاتستيك اللي هو التي فاليو اللي هو هتلاقيها مكتوبه فين؟ اول خانه التي 7.8 والديجري اوف فريدم 149 اللي هي عباره عن ايه؟ 150 ناقص 1 خلاص؟ مفهوم يا اخوانا الجدول ده؟ هو الرقم ده ما احنا قلنا للدكتور مروه لما يبقى السيجنفكنس لما يبقى التيست طلع البي فاليو اقل من 0.001 واحد من ال 1000 بيكتبها بقى اصفار كتيره, يعني ممكن تبقى اصفار كتيره خالص. توتيلد يعني هي دي في الهايبوثيسيس تيستنج, لما انا بفترض ان الدراسه بتاعتي دي مختلفه عن الدراسه بتاعت عزمي ايتال. تمام, ده اسمها الترنتيف هايبوثيسيس او الاتش ار ريسيرش هايبوثيسيس او الاتش 1. انما النال هايبوثيسيس يا دكتوره مروه انه نو ديفرنس ما بين دراستي ودراسه عزمي كويس,
يعني ايه؟ يعني المين بتاعنا اللي هو 25 و8 يساوي المين اللي هو 24 وايه؟ و3. طبعا مفيش حاجه اسمها رقمين قد بعض، بس هي ما بتتكتبش بالارقام، بتتكتب ان المين ده بيساوي المين ده. دي النول هايبوثيسيس. ماشي، الالترناتيف هايبوثيسيس ممكن اكتبها دكتور مروه بطريقتين. ممكن اقول ان المين بتاعي نوت ايكوال المين بتاع الدراسه السابقه. وهنا يا دكتور مروه انا سبت احتمالين، ان انا ممكن اكون اكبر منه او اصغر منه، فدي اسمها 2 تيلد. انما ال 1 تيلد ان انا دراستي والله هتبقى اكبر، يبقى ده احتمال واحد 1 تيلد. خلاص، احنا يهمنا ان الجدول ده انتوا هتراجعوا الاس بي اس اس ليله الامتحان، فاي حد يبقى عنده اي مشكله في الجدول يقول عليه. طيب تاني صفحه بقارن تو مين. خدوا بالكم، افتكروا السيناريو بتاع الدراسه، انا كنت جبت 150 عيان واستلهم شويه بارامترز كده، فقال لك هنقارن البلازما جلوكوز بين ميلز اند فيميلز. يبقى دكتور اسماء دول كده كام جروب؟ ميلز وفيميلز الاثنين. ديبندنت ولا اندبندنت؟ اندبندنت. طب بيرد ولا ان بيرد؟ ان بيرد بالظبط. تمام، انت طبعا حافظه بقى الجدول ده، لما اقارن تو تيبل تو جروبس ويكونوا ان بيرد، وانا هبص على الجلوكوز اللي هو النيوميريكال نورمال ديستريبيوتور، هستخدم ايه؟ لا ليه؟ نيوميريكال. ايوه، انا بقارن البلاس جلوكوز اللي هو النيوميريكال نورمال ديستريبيوتور، احنا قلنا معظم تحاليلنا ومعظم حاجاتنا بروجيكت بتبقى نورمال ديستريبيوتور، يبقى هي ايه؟ اندبندنت. هنحفظهم. تمام ماشي. لا، هيقول لك السطرين دول وي لايك تو كومبير المينز اوف بلاد جلوكوز بين ميلز اند فيميلز، ويقوم كاتب لك النتيجه وخلاص. ما هو ساعات بيمسحها، ده ساعات بيمسح لك الديجري اوف فريدم ويقول لك بيعمل لك عليها لون ابيض، يقول لك احسبها. تمام، مش هيقول لك اسمه، هيقول لك كومنت على اس بي اس اس. تمام، فانا كده كده ببص على الايه؟ على كلمه سيجنيفيكانس. هنا مثلا لقيتها ايه؟ 0.06، يبقى ده دكتور امير هتبقى ايه؟ البي فاليو 0.06 هتبقى سيجنيفيكانت ولا انسيجنيفيكانت؟ انسيجنيفيكانت. تمام، انا ما اعرفش الالفا ليفل ايه، بس ما فيش حد بيختار في الميديكال ريسيرش اكتر من 5%، فده 6%. لا بالظبط، لو انت متاكده من نفسك. تمام، يعني زي مثلا هنا كده اهو، بصوا في الباراجراف الثاني اهو، ذا سكند اس بي اس اس اوت بوت تيبل شوز ذا ريزلتس اوف ذا اندبندنت سامبل تي تيست. حتى لو هو مسح لي اسمه، بس انا عارف ان هو هيبقى اندبندنت سامبل، طالما هم ميلز وفيميلز يبقى اندبندنت سامبل. تمام، يعني حتى ممكن يكتب لي ماشي، انا شفت الرقم اللي هو ايه، بصوا بقى الخانه الاولانيه دي اسمه ليفينز تيست فور ايكواليتي، يبقى ده مش بتاعي، انما بتاعنا التاني ده اهو. خلاص، بشوف التي فاليو والديجري اوف فريدم وكلمه سيجنيفيكانت اللي هي تو تيلد. حتى انا معلش يا دكتوره اميره كنت شاورت على السيجنيفيكانت بتاع الليفين اللي هو مش بتاعنا. بصوا السيجنيفيكانس بتاعتنا احنا كام؟ 5 من 10، يعني بقول لكم بيجيب ارقام ما يختلفش عليها 2. 5 من 10 ده شوف انسيجنيفيكانت. فمعنى دكتوره اسماء؟ هو لا، ما هو الليفينز ده احنا ما يعني ده تيست بيتعمل على الكمبيوتر عشان يقدر يعمل التي تيست، احنا اللي مقرر علينا هو الخمسه اللي احنا قلناها، مش من ضمنهم الليفينز ده. ايه ما هي المشكله؟ بص يا بص هو عامل لي الخط اهو، الخط ده فاصل لي الليفينز تيست ده اللي هو مش عايزه، وهنا ده كل ده ايه؟ تي تيست فور كواليتي اوف مينز تي تيست. مش دراسه ثانيه، ما هو الاس بي اس اس بيعمل تيست اسمه ليفينز عشان يقدر يحسب التي تيست، احنا يهمنا التي تيست ده اللي عليه. تمام؟ لا لا لا، ده اسم العالم زي كده مثلا ماكنور ده والكوكسون، اسم عالم ليفين. خلاص؟ يبقى الفيرست اوت بوت تيبل ده اللي هو ديسكريبتيف بيقول لك ان عدد الفيميلز في الاستادي كان 83،
المين بلازما جلوكوز بتاعتهم 5.6 والستاندرد كذا. وايز نمبر اوف مينتس كان 67 والمين كان كذا والستاندرد ديفيشن كذا. ده اول جدول ما فيهوش مشكله. متابعين؟ طيب الجدول الثاني تعال شوف في فرق ما بين الرجاله والستات في البلاد جلوكوز ولا لا. فلقيت ان السيجنفكانس ايه؟ عاليه خالص. فيبقى كده البي فاليو عاليه قصدي. فيبقى كده النتائج ايه؟ نوت ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. اهو ذا سكند تيبل شوز ذا ريزلت اوف اندبندنت تي تيست ذا ديفرنس بتوين ذا مين بلازما جلوكوز ليفل بتوين ميل اند فيميل از 0.14. ده الديفرنس. جبته منين انا بقى الديفرنس ده؟ قايل لك المين ديفرنس اهو في الخانه اللي بعد السيجنيفيكانس اسمها المين ديفرنس. يبقى المين ديفرنس ده قصده ايه؟ ما بين التو جروبس بتوعي. تمام؟ فمعنى التو لو مش فاهم اقول يا اسطى ما فيهاش كلام. خلاص؟ فالمين ديفرنس كان كذا and which is not statistically significant لان البي فاليو ايكوالز كذا. وقلنا ان احنا هنقول التست ستاتستيك التي فاليو كانت كذا at degree of freedom ايكوالز كذا. ده الكومنت الكامل اللي على ايه؟ جدول الاس بي اس اس. خلاص؟ ايوه هو سهل يا دكتور مروان. انت في حاجه واقفه يعني في حاجه فيهم؟ بالظبط. هو مش حفظ على فكره ولا حاجه. ايه الحفظ اللي فيه ده؟ انت هتعرفي؟ يا اما بيجيب واحده من الكومنت عليه. ايوه ده الاحتمالين اللي هيجيبوا. هو ما فيهوش اي حفظ خالص يا دكتور مروان. انت ترجمي بالظبط. انما هو عشان يبقى فاهم ان انت عارفه ايه الاس بي اس اس. لو واحد دخل الامتحان اول مره يشوف الجداول دي مش عارف يكون بس. تمام؟ طيب كومبير مور ذان تو مينز اللي هو الانوفا. هراجع انا الجدول بتاعي الانوفا ايه هم بقى المور ذان تو. قال لك الجدول الاولاني اهو مش ميل وفي ميل دي تو سامبلز بس. قال لك انا ال 150 واحد بتوع العينه قسمتهم على حسب البي ام اي لثلاثه جروبس نورمال واوفر ويت واوبيز. يبقى ثلاثه جروبس. خلاص ادي عدد النورمال وعدد الاوفر ويت وعدد الاوبيز والتوتال بتاعهم كام؟ 150. المين جلوكوز في كل جروب اهي. خلاص؟ ممكن لو الانتربريتيشن لو هفضل اوصف كلام كتير في الاولاني ده انت ممكن تقول في الاخر الاستنتاج النهائي يعني. بس احنا عشان نفهم الجدول فيه ايه؟ يبقى اول جدول وصف لي الثلاثه جروبس عدد كل جروب منهم قد ايه؟ والمين بلاد جلوكوز بتاع كل جروب قد ايه؟ والستاندرد ديفيشن. كويس؟ سيبوكم الباقي ده. تاني جدول اللي في النص ده اللي هو الليفين مش علينا. طيب تالت جدول بتاع الانوفا اناليسيس اوف فاريانس. احنا قلنا ان الانوفا فيه 2 ديجري اوف فريدومز وشرحناهم بقى النمبر اوف جروبس ناقص واحد والتوتال اوبزرفيشنز ال 150 ناقص النمبر اوف جروبس. خلاص؟ الانوفا التست ستاتستيك بتاعه اسمه اف فاليو فجايب لك ان الاف فاليو 6.9 شايفينها؟ طب البي فاليو اللي هي بيسميها سيج طلعت 0.001 يبقى دي سيجنفيكانت بلا شك. يبقى اذا من غير ما نقرا الكومنت بقى يا اخوانا الفرق ما بين النورمال والاوفر ويت والاوبيز في الراندوم في الراندوم بلاد جلوكوز از ستاتستيكال سيجنفيكانت. خلاص نبص على الباراجراف الثاني اهو وهتقول لي البي فاليو ايكوالز كذا والاف فاليو والديجري اوف فريدوم. بصوا بقى الباراجراف الثاني ذيس اندكيتس ذات there would be at least one significant difference from three possible comparisons. يعني ايه؟ الانوفا ده بيقارن ثلاث جروبس ببعض. طب انهي جروب ما ممكن يبقى واحد جروب واحده بس هي اللي فرق؟ فقال لك في ثلاثه possible comparisons في ثلاث احتمالات ممكنه. يا اما النورمال مع الاوفر ويت ده significant. يا اما النورمال مع الاوبيز ده significant. يا اما الاوفر ويت مع الاوبيز ده significant. يا اما الثلاثه مع بعض. يعني ممكن الثلاث احتمالات او اثنين منهم او واحد منهم. يعني ممكن واحد من الثلاث مقارنات دي يكون هو اللي عامل لي سيجنيفيكانت انوفا او ممكن اثنين او الثلاثه هم السيجنيفيكانت عن بعض. تمام؟ عشان اعرف انهي جروب هي السيجنيفيكانت بعمل ايه يا كريم؟ بعمل حاجه اسمها بوست هوك. تاني طيب تاني حد عنده مشكله في الانوفا؟ طب دكتور ياسمين قولي لي كده ايه الانوفا ده بقى؟ رجعينا للصفحه بتاعت الانوفا وقولي لي احنا عملنا ايه في الدراسه اللي احنا فيها دي. الانوفا دي اكتر من كويس تجيب ثلاثه جروب او اكتر. تمام مختلفين عن بعض. كويس والانوفا تمام كويس وبقارنهم بقارن لهم حاجه تكون نيوميريكال
نورمال ديستريبيوتد زي المين مثلا زي ما عملنا. طيب لو الانوفا طلع سيجنيفيكانت زي في الحاله دي يبقى الثلاثه جروبس دول في اختلاف ما بينهم وبين بعضهم. حاولكم يبقى لو طلع سيجنيفيكانت الثلاثه جروبس دول في اختلاف بينهم وبين بعضهم انهي بقى جروبس هي اللي سبب السيجنيفيكانس ده بضطر اعمل تيست ثاني اسمه بوست هوك. هو الاف فاليو ده هو اللي بيحسب؟ اه ارحمكم الله. ما هو الاف فاليو ده انا مش هينفع انا احسبه فهو البرنامج هو اللي بيحسبه. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ما ينفعش اعمل بوست هوك الا لو كان الانوفا ده سيجنيفيكانت بالظبط كده تمام. لان لو ما لقيتش فرق خلاص مش هعمل بوست هوك. البوست هوك زي ما قلنا المره اللي فاتت بيعمل لي المقارنات اللي احنا بنقول عليها دي. في الجدول الاولاني اهو هتلاقيه مقارن النورمال مع الاوفر ويت ومع الاوبيز وبعدين الاوفر ويت مع النورمال ومع الاوبيز والاوبيز بالنورمال والاوفر ويت كويس. وبالتالي هنلاقي في ارقام متكرره. لما قارنت النورمال بالاوفر ويت انا بقارن ايه يا اخوانا؟ الراندوم بلاد جلوكوز. لما قارنت النورمال بالاوفر ويت لقيت السيجنيفيكانس كام؟ 0.94. يبقى اذا مفيش سيجنيفيكانت ديفرنس مفيش ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. لازم تحدد ستاتستيكالي ما تقولش سيجنيفيكانت وتسكت. ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين النورمال والاوفر ويت ريجاردنج البلود جلوكوز بي فاليو ايكوالز 0.94. واضحه يا دكتور مروه؟ واضحه يا مي؟ طيب يبقى اذا المقارنه دي مش هي سبب السيجنيفيكانت انوفا. طب نشوف المقارنه الثانيه. لما قارنت النورمال بالاوبيز طلعت يا دكتور امينه البي فاليو كام؟ 3 من كام؟ من 100. ده سيجنيفيكانت ولا لا؟ سيجنيفيكانت. يبقى اذا ذير از ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ديفرنس بتوين ذا نورمال اند اوبيز ريجاردنج البلاد جلوكوز بي فاليو ايكوالز 0.03. طب الاوفر ويت مع الاوبيز يا دكتوره مروه؟ ها؟ 0.002 يبقى ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. خلاص؟ البوست هوك ما فيهوش تيست فاليو بجيبها ولا ديجري اوف فريدوم ولا الكلام ده كله. خلاص مفهوم يا مان؟ مفهوم هتعرف كومنت على ال. طيب زود لك حاجه بقى في السيناريو. ها يا مان انت واقفه في حاجه؟ لا بس ولا تيست ستاتستيك. خلاص طيب نقلب الصفحه بقى. زود لك حته في السيناريو كده قال لك ايه؟ ان ذا سامبل اوف 150 البلاد بريشر اتاسد بيفور اند افتر 6 مانس ويت مانجمنت بروجرام. يبقى جابهم ال 150 كلهم على بعضهم اسلهم الضغط واداهم 6 شهور بروجرام تخسيس وراح قايس الضغط بعد 6 شهور. يبقى دكتوره مروه دي كده بقى اسمها ايه؟ ها؟ جبت السامبل بتاعتي كلها واستلهم الضغط وجبت نفس السامبل بعد الانترفنشن ديبندنت او ايه؟ او بيرد. تمام خلاص. وبقارن البيرد مينز المين بلاد بريشر هنا وهنا يبقى ده اسمه ايه بقى؟ بيرد تي تيست. تمام. طب لو هقارن بريو بوست في كاتيجوريكال داتا هيبقى اسمه ايه؟ كويس بوست. ولا يا ربي ماكنمور ماشي. فتحفظوا الجدول يا اخوان ضروري. يعني احنا دكتوره مروه هندخلك على الجروب هتنزلي المحاضرات اللي فاتت بالشرح الاوديو بتاعها. في الشرح الاوديو بتاع الجدول ده كنا يعني قعدنا نحفظه مع بعض كده. طيب تمام. البيرد تي تيست يا اخوانا حد بقى يشرحه لي بقى. موجود على فكره. بجد والله؟ اه اكل اوديو. ايوه اما عدنا الحل مش موجوده. انما طريقه الحفظ مش موجوده. طب اشوف اصل في هو لقيت ساعتين فالساعه دي اتبعتت على الواتس الثانيه كانت ساعه وربع كانت كبيره على الواتس يعني فحاول اوصلها بس انا ما اعرفش. طيب دكتوره مروه اشرح لنا بقى الاوتبوت ده من غير ما تقرا الكومنتات بقى قول لنا اول جدول ده فيه ايه. هفكرك تاني احنا بنعمل ايه؟ بنقارن البري والبوست المين بلاد بريشر بري بالمين بلاد بريشر بوست. اول جدول ده ايه اللي ايه؟ يعني اقول المين هنا
يعني انت بس فاهمين، انت فهمت منه ايه الجدول ده؟ هو جايب لي بيقول لك بير 1، احنا عندنا بير 2 وهو بير 1 بس، صح؟ احنا عندنا 1 بير بس، هي السامبل بري وبوست فهو 1 بير، تمام؟ البودي ويت بيفور كان المين بتاعه 53. طب هو 53 هما كده كلهم سلوعين؟ لا، ده هو البودي ويت ده ايه؟ طالما بالمين وارد ان يبقى فيه يعني ده المين، ده بالك فهمنا دي؟ المين هو كذا؟ اه المين بيفور الانترفنشن كان كذا، والمين افتر الانترفنشن بقى 51. ده كومنت على اول جدول ده. طيب نتائج البيرد تي تيست في ثالث جدول، خلاص في ثالث جدول هتلاقوا بيقول لك بير 1 بودي ويت بيفور وبودي ويت افتر. المين هنا قصده مين ايه؟ ديفرنس بالظبط، نزل 2.2 من 10. فاهمها يا دكتور مروان؟ معلش عايز تشرب حاجه؟ طيب معلش، هو طبعا بس هتسمعني في التسجيلات في البيت باذن الله يعني. طيب لقيت ان المين ديفرنس 2.2 من 10 خلاص، والستاندرد ديفيشن ستاندرد ايرور زي مين ماليش دعوه بيه، كونفيدنس 95% كونفيدنس ماليش دعوه بيه، التي هكتبها الديجري اوف فريدم ال ان ماينس 1 149، البي فاليو طلعت بكام؟ سيجنيفيكانت هايلي سيجنيفيكانت. يبقى اذا ايه اللي فرق يا دكتوره ياسمين؟ الويت بري فرق عن الويت بوست ستاتستيكال سيجنيفيكانت، خلاص فاهمها يا مي؟ طب نقرا الكومنت. ذا مين بودي ويت ريديوس، احنا بنتكلم على الويت بقى فين بلوك بريشر؟ لا يا دكتوره اميره، ما هو هنا بيقول لك تو كومبير ذا ويت بيفور اند افتر ذا بروجرام، واخد بالك؟ هو ما هو البلاد بريشر لسه جايه بعدين، انما احنا واخد بالك لسه البلاد بريشر في الضغط في ال، لان اي رساله بتطلع منها جداول كتير، يعني انت عامل رسالتك على البلاد بريشر بس هتطلع منها جداول كتير، تمام؟ فاهم يا كيمو؟ ايه في حاجه عطلانه؟ هو الكلام سهل يعني، بنقرا ارقام موجوده قدامنا بالظبط، بس ان انت تبقى اورينتد للموضوع. ايه الجدول بس عشان نطلع السيك بس؟ تاني جدول ده اساسا ما حاجه اسمها بيرد سامبل كورليشن، فمالكش دعوه بيه انت دايما في الاس بي بتاعك. لا 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 عشان ما تتلخبطش، ده مسميه ايه يا كريم؟ مسميه كورليشنز، انما ايه اللي مسميه تيست او البيرد سامبل تيست؟ فدايما في الاس بي اس اس بيجيب لك واحد ديسكريبتيف وواحد الحسابات اللي هو الكمبيوتر استخدمها، وبعد كده التيست اللي انت عايزه زي الليفين كده اللي هو في الانوفر، تمام خلاص. لان ممكن يجيب لك الكورليشن بقى تلاقي سيجنيفيكانت بس التي تيست يبقى ان سيجنيفيكانت، فانت اول ما تلاقي سيجنيفيكانت اصفار كتير هتقول نص سيجنيفيكانت. مفهومه دي يا اخوانا؟ طيب ندخل بقى اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليه بقى اهو، كومبير اندبندنت بروبورشنز تو تيست ذا ديفرنسز اوف بروبورشنز اوف هاي بلاد بريشر بتوين الديفرنت بي ام اي ستيتس. يعني ايه الديفرنت بي ام اي؟ يعني هل هو نورمال ولا اوفر ويت ولا اوبيز؟ خلاص؟ يعني احنا دخلنا بقى في اللي هم مور ذان تو جروبس يعني؟ ما دول كام؟ بص يا دكتوره امين، دول 3 جروبس نورمال اوفر ويت واوبيز، بيرد ولا ان بيرد؟ هل دول بيرد؟ ان بيرد طبعا. هل دول نفس العينين ده؟ خلاص؟ طيب بقارن ايه بقى؟ بقارن البلاد بريشر نورمال ولا هاي؟ يبقى دي كاتيجوريكال، يبقى ثلاثة جروبس هنقارن فيهم كاتيجوريكال، او ببصص في الجدول بتاعي اهو مور ذان تو جروبس مع الكاتيجوريكال يبقى كاي سكوير او الماك نمر، اندبندنت يبقى ايه؟ كاي سكوير. خلاص؟ طيب عندنا بقى هنا ايه؟ النورمال، انا عايز اشوف البروبورشنز اوف هاي بلاد بريشر اللي كان البي ام اي بتاعه نورمال كان كام فيهم عنده هاي بلاد بريشر؟ 7 من ال 17 يعني 41%، خلاص؟ طيب اللي اوفر ويت كان 45 من ال 99 يعني نسبة 45%. طب الاوبيز كان 26 من ال 34 يعني نسبة 76%. مميزين الارقام فين؟ مميزة دكتور مروان؟ تاني دكتور مروان؟ لا 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 مش ده الجدول اللي لخبطنا، الجدول اللي بعده ده احنا كنا فاهمين. بص يا دكتور دلوقتي بص معايا معاك. طيب انا عندي 150 عيان
منهم النورمال كانوا 17 واحد والاوفر ويت 99 والاوبيز 34 خلاص. من ال 17 النورمال دول كان في 7 عندهم هاي بلاد بريشر و10 ما عندهمش، ومن الاوفر ويت كان في 45 و54 ومن هنا من الاوبيز كان في 26 و8 تمام. انا بقارن ايه؟ بقارن كل كاتيجوري من كل جروب من دول بخصوص موضوع البلود بريشر عشان اعرف هل في علاقه. من هنا بقى ندخل على الجداول الاس بي اس.